هذا وقد شهدت حلبة البحرين الدولية حضورا جماهيريا كبيرا لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والاستمتاع بكافة الفعاليات المصاحبة التي تقام بقرية الفورمولا 1 في منطقة الترفيه. وتتنوع الفعاليات الموجهة للأفراد والعائلات والأطفال بين حفلات غنائية وموسيقية وعروض كوميدية وفنية تقدمها فرق متجولة، إضافة إلى الحصول على تواقيع نجوم السباقات وحملة سحوبات للحصول على هدايا قيمة. للاطلاع على أجواء منافسات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 ينضم إلينا من حلبة البحرين الدولية مراسلنا من هناك محمد عبد الغفار. مساء الخير محمد، ما هي أبرز الفعاليات المصاحبة للجمهور في اليوم الثاني في حلبة البحرين الدولية؟ مساء النور سهير، بالفعل تتألق البحرين وتواصل التألق في استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لليوم الثاني. اليوم هو كان يوم حافل جدا منذ الساعة 2 ظهرا، حيث بدأت التجارب الحرة للسائقين، ومن ثم جاءت السباقات النهائية المصاحبة لسباق الفورمولا 2 وكذلك لسباق البورش جي تي 3 الشرق الأوسط. من بعد ذلك كانت هناك التجارب الرسمية التي سبق وأن أعلنت عن نتائجها، والتي جاء السائق الألماني سباستيان فيتيل في المركز الأول متفوقا على زميله كيمي رايكونين الفنلندي في الفريق، قبل أن يأتي في المركز الثالث السائق بوتاس من فريق مرسيدس وزميله رايكونين من فريق مرسيدس كذلك في المركز الرابع. الجدير بالذكر أن السائق لويس هاملتون تعرض إلى عقوبة بإرجاعه إلى 5 مراكز إلى الخلف نظرا لتغييره علبة التروس، وهذا الأمر يعتبر غير قانوني في اللعبة، وإلا قد يتعرض إلى عقوبة. هذه العقوبة ستعني أن لويس هاملتون السائق الشهير سيبدأ في المركز التاسع يوم قد في سباق جائزة البحرين الكبرى. على جانب الحضور الجماهيري، اليوم حلبة البحرين الجماهيري تشهد حضورا كبيرا غير مسبوق. على حد قول المدير التنفيذي للشؤون التجارية السيد شريف المهدي في لقاء له قبل قليل، قال بأن اليوم قد يكون هو أكثر أيام السبت حضورا في تاريخ حلبة البحرين الدولية في 14 عام الماضية. لذلك هناك فعاليات كثيرة لهذه الجماهير لكي تستمتع بها من حلبة البحرين الدولية، ومن ضمنها الحفل الذي سينطلق بعد قليل للفنان العالمي بنيامين بوكر وكذلك للدي جي العالمي ديسكلوجر. لذلك هناك الفعاليات ستكون مستمرة حتى الساعة 11 وهو موعد إقلاق الحلبة، وإلى أن تفتح الأبواب مرة أخرى في الساعة 11 ظهرا من يوم غد ستكون هناك الفعاليات الكثيرة في منطقة الفندق إيريا أو منطقة الجماهير التي تسبق الفعاليات الرئيسية، وهي ستستمر حتى الساعة 5 مساء، أي قبل ساعة واحدة منذ انطلاق السباق الكبير سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1. نعم محمد عبد الغفار مراسل مركز الأخبار كنت معنا من حلبة البحرين الدولية، شكرا جزيلا لك.